تفضل. مصطفى عباس، حصلنا على المعلومات طبعا من الشارع ومن الانترنت كما حكوا. في أي عمر حصلت على معلوماتك؟ من حدود بين 12 ل 18. شكرا. عفوا، هل هناك أي مداخلات تانية؟ شباب صبايا موجودين معنا، من وين حصلتوا على معلوماتكم؟ أنا وليام عبدو، صحفي. أول إشي أنا حصلت على معلومات جنسية، هي عبارة عن مش معلومات، هي عبارة عن استقاء ذاتي لهي المعلومات، لأنه ثقافة العيب في المجتمع هي بتحرمنا من إنه يعني إنه نكون واضحين وصريحين مع المجتمع نفسه. فبالتالي في فرق ما بين الثقافة الجنسية وفرق ما بين ثقافة العيب، اللي بتمنع كثير من الشباب إنه مثلا إنه يكونوا واعيين جنسيا، على أساس إنه الواحد إذا أخطأ هو خطأ، ولكن إذا زادت الخطأ، مثلا هو أخطأ مرة، شايف علي، ولكن في تداعيات لهذا الخطأ، إنه مثلا يصير في أعراض حمل لا سمح الله أو أمراض منقولة جنسيا. وبدي أعلق كمان ملاحظة، إنه أنا كنت بطلع على موقع أليكسا لتقييم مدى تقدم المواقع الإلكترونية، فبكتشف إنه جوجل رقم 1، فيسبوك رقم 2، يوتيوب رقم 3، موقع معن هو أفضل موقع، يعني موقع فلسطيني عندنا في فلسطين هون، بكتشف إنه رقم 11 هو موقع إباحي. فبالتالي ما مدى توجه شبابنا إنه رقم 11 يكون عندنا موقع إباحي في فلسطين؟ فهذا دليل على إنه شبابنا بالفعل فارغين من الثقافة الجنسية، وشبابنا بحاجة لفكر إنه بس ليش؟ إنه ليش هيك عم بيصير معنا؟ في مليون موقع، في عنا الجزيرة، في عنا مواقع الحوار الاجتماعي، فوين المشكلة؟ مشكلة لإيش برأيك؟ تسأل وين المشكلة؟ يعني مشكلة بالضبط؟ المشكلة في إنه الشباب كلهم عم بيروحوا لإنه رقم 11، يعني رقم 11 لموقع ويب سايت في فلسطين هو موقع إباحي، والمواضيع الثانية ليش؟ يعني رقم، هل برأيك ورأي كل الموجودين، هل هذا بسبب ضعف ثقافة الشباب الفلسطينيين بهذا الموضوع؟ أكيد. أكيد في ضعف وفي جهل كمان، في جهل وفي مواضيع تانية كثير إنه إحنا بدنا نتوجه لك كشباب فلسطينيين. مش معقول إنه فلسطين تقيم من ناحية إنه الويب سايت رقم 11 هو موقع إباحي. في عنا كثير مواقع، في عنا للعلم إنه هذا مش موقع للثقافة الجنسية، إنه نتعلم كيف إنه تكتب ثقافتك الجنسية، وموقع للأفلام الإباحية. فبالتالي إنه في عنا خلط ما بين الثقافة الجنسية لأنه نحن ممكن نكتسبها، وفي خلط ما بين الثقافة الجنسية اللي ممكن إنه نتلقاها عن طريق. كان في عند الشاب اللي وراك مداخلة، بتهيأ لي، تفضل. بشار مسمار. هلا. المداخلة اللي عندي بالنسبة لحساسية الموضوع اللي عندنا في المجتمع، هل في نظركم إنه في طاقم مؤهل للتعامل مع الموضوع الحساس جدا؟ لأنه هذا الموضوع راح ياخد بده أشخاص يعرفوا يدخلوا في المجتمع من الأساس، فهل وجود طاقم زي هذا متاح عندكم، موجود لحتى نطرح إحنا هاي الفكرة؟ لازم يكون عندنا طاقم، ففعليا هل هناك في طاقم موجود؟ والتاني شيء بدي أحكي فيه اللي حكاه ويليام بالنسبة للموضوع، إنه إحنا اللي خلانا المشكلة يصير عندنا مشكلة بهذا الموضوع، إنه إحنا عندنا هذا الإشي خوف ورعب. فالإنسان دائماً الإشي اللي بحسه غلط وهيك بصير عنده فضول كتير كبير فيه. فإحنا المشكلة لازم نبدأ بالصغار من العمر الصغير لحتى نفهمهم إنه هذا الإشي مش خوف ولا رعب. يعني أنت مع وجود ثقافة جنسية من عمر مبكر، مع توعية الأطفال إنه هذا الإشي مش بيخوفش وهذا الإشي مش مرعب، هذا الإشي لازم تعرفه بحدود على أساس إنك أنت لما تكبر هلا ما يكون عنده خوف، يصير عنده، لانه الخوف بولد فضول، والفضول هذا اللي بيعمل المشكله. بس الانسان يدور على كل شيء واي شيء، مهم انه يوصل شيء لحاله، فهذا بيخلق شيء عكسي مش شيء ايجابي. بس كان سؤالي المهم انه هل وجود طاقم هلا رح نخليهم يجاوبوا عليه. هل هناك اي مداخلات اخرى؟ تفضل. باسم بني شمسة. في عندي بدي انطلق من النقطه اللي حكاها الدكتور اياد، انه حكى هي الموضوع مش ثقافه جنسيه، هو تربيه جنسيه. ولو رجعنا للمقابلات اللي عملوها الشباب، انه منين بتاخذ معلوماتك، صبيه واحدة اللي حكت انه بناخذ معلوماتنا من الاهل. فانا بعتبر موضوع التربيه الجنسيه، بما انها تربيه، هو المفروض انه يكون موضوع وقائي مش علاجي. انه احنا بعد ما يقع الشاب الفلسطيني او اي شاب في المجتمع بموضوع الثقافه الجنسيه، كان العلاج النفسي او المراهقه او
والإيدز أو الزواج المبكر حتى إحنا ما بنحل الموضوع بعد ما يقع. فالمفروض إنه نبلش من الصغر مع الأطفال ويكون في ثقافة موجودة للأهل كيف يتعاملوا مع أطفالهم في المجتمع، كيف يوعوا أطفالهم. فعشان هيك إنه كيف دور المؤسسات الموجودة في المجتمع الحكومية والأهلية تتصيغ برنامج لتوعي الأهل كيف يتعاملوا بهذا الموضوع، لأنه كمان المشكلة مش بس عند الأطفال، في مشكلة كمان عند الأهل كيف يطرحوا الموضوع. هاي المدخلة. بما أنه كلنا تقريبا متفقين، بدي أسأل في حدا مختلف معنا بعدم ضرورة يعني وجود ثقافة في عمر مبكر؟ يبقى الكل متفق معنا أنه ضروري أنه يكون في عنا ثقافة جنسية من عمر مبكر مع الأطفال. دكتور إياد، خلينا نسمع أول إشي تعليقك على اللي سمعناه أول إشي من الشارع ومن الشباب الموجودين معنا. في البداية حابب أحكي كلمة مهمة جدا، أنه الجنس هو عنصر أساسي من عناصر الحياة، بمعنى أنه عنصر بيحمينا وبيحافظ على حياتنا، مثله مثل المية مثل الأكل، فمثل الهواء. فبدون الجنس إحنا ننطرد، فيش حياة. فالجنس ضروري إنه يكون جزء من حياتنا، هذا واحد. هلأ بضل كيف نتعامل مع هذا الجنس، كيف نتعامل مع دوافع الجنس. هلأ زي ما حكينا في البداية إنه وجود فضول كبير وحب استطلاع كبير حول هذا الموضوع، لأنه إحنا حاطين هالة كبيرة حوله شيء ونخاف نحكي فيه، نخاف نتطرق له. فبالتالي الإنسان عماله بيلجأ إلى وسائل كثيرة حتى يتزود بمعلومات يفهم، يحاول يفهم فيها نفسه، يفهم فيها هذا الموضوع جدا حساس بالنسبة له. ليش هذا التكتم بيصير على هذا الموضوع؟ ليش مش عم نحكي فيه؟ ليش لما أنا بسأل الأم أو الأب سؤال حول ليش أنا بنت ليش أنا ولد برفضوا يجاوبوني وبقولوا لي عيب؟ ليش لما بسألهم ليش الله خلقني ولد مش بنت كمان بتجنبوني أو بتجاهلوني؟ ففي كثير من الشغلات اللي بتخلينا نكبر وإحنا نجهل كثير من الحقائق حول موضوع الجنس، مع أنه الإنسان هو كائن جنسي. شيء يعني أنه أول شغلة بنعملها عند الناس لما نسألهم عندما ينولد الطفل ولد ولا بنت، شو جنس المولود؟ شيء فإحنا يعني فالإنسان كائن جنسي بحت، فبالإضافة إلى أنه كائن اجتماعي، كائن بيولوجي، كائن ذهني مفكر، لكنه كائن جنسي بالتحديد. وهذا الإشي مش لازم نتجاهله. طب دكتور، يعني كان في سؤال انطرح مرتين، انه احنا لما بدنا نحكي عن التعامل في هذا الموضوع، برأي الشباب انه هذا موضوع حساس وبالتالي هو بحاجة لطواقم، وهل عندنا طواقم مؤهلة ولا لا؟ شو بتجاوب على هذا السؤال؟ انا بقول معهم حق، لانه مش انا الوحيد المتخصص في الجنس. الدكتورة كطبيبة عامة هي متخصصة في الجنس، انا كأخصائي نفسي بفهم الجنس من جانب من جوانب نفسيه، لكن في عندنا تخصصات اخرى زي الاخصائي الاجتماعي او عالم الاجتماع اللي بيهتم في الجنس كونه عنصر من عناصر التكاثر في المجتمع. فاكيد عشان نتعامل مع هذا الموضوع احنا بحاجه لطاقم حتى يقدر يفهم، لانه في اكثر من دافع وراء وراء الدوافع الجنسي. هناك دوافع جنس بيولوجية، دوافع اجتماعية، ودوافع نفسية، وحتى دوافع ثقافية. دكتورة فيليسيا، شو تعليقك على الموضوع؟ أنا كنت بدي أشارككم بدراسة عملناها جديد بال 2010 في إطار مشروع أجا خاص بحماية الأطفال أو المراهقين من عمر 10 و17 سنة، وتوعيتهم حول حقوقهم الصحية والجنسية والإنجابية. وطلعنا على مصدر المعلومات عند الأطفال اللي عمرهم من 10 إلى 17 سنة فيما يتعلق مثلا بالنظافة الشخصية، حتى عند في فترة المراهقة والبلوغ أول مصدر معلومات كان هو الأم، سواء وما كان في اختلاف ما بين ذكر وأنثى. مصدر المعلومات الأول عند النظافة الشخصية هو الأم. المصدر الثاني كان فيه شوية اختلاف ما بين ذكور وإناث، كانوا يتوجهوا للأب شوي وللأخ أو الأخت حسب إذا كان ذكر للأخ، إذا كان